بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار. سبحانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا، فاجعل اللهم أمورنا كلها سهلا. اللهم نور قلوبنا وعقولنا بنور العلم، ووضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معشر الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله الكلام عن فضائل الذكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ومن فضائله أن ما يذكر به العبد ربه من تسبيح أو تحميد أو تهليل يذكر بصاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تذكرون به الله من التهليل والتسبيح والتحميد يتعاطفن حول العرش، يتعاطفن حول العرش، يسمع لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ أن الإنسان الذي يذكر الله عز وجل، سواء بقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله، سواء التحميد أو التهليل أو التسبيح أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأذكار، فإنهن يتعاطفن حول العرش ويذكرن بصاحبهن. يذكر الملأ الأعلى بأن فلان يذكر الله، يحمده أو يسبحه أو يهلله أو يذكره بما شاء من الأذكار. هذه فضيلة من فضائل الذكر، أن الذكر يتعاطف حول العرش ويذكر بصاحبه، وهذه فضيلة عظيمة. وأن من فضائله أيضا أن من تعرف إلى الله بذكره في الرخاء فإنه يعرفه في حال الشدة. كثير من الناس يغفل عن الله عز وجل في أيامه كلها، فإذا أصابته مصيبة أو داهمه أمر أو أصابته شدة فإنه يلجأ إلى الله: اللهم نجيني، اللهم فرج عني، اللهم انظر إلي نظر الرحمة، اللهم انظر إلي نظر المغفرة. وأنه كان لا يعرف الله في حال الرخاء، فهذا أيضا لا يعرفه الله في حال الشدة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فسيدنا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادت الملائكة الله عز وجل: يا رب، هذا صوت يونس بن متى الذي كان يرفع له في كل يوم عمل صالح، ففرج عنه. الملائكة سألت الله عز وجل أن يفرج عن يونس، لأنه دائما يرفع له عمل صالح في كل يوم. كذلك العبد أن يذكر الله في كل يوم ويتقرب إلى الله ويكون مع الله، فإن الملائكة تعرفه بهذه الأعمال التي تصعد كل يوم إليه. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع العمل الصالح والكلم الطيب إلى الله عز وجل، فيصبح صاحب هذا الكلم معروفا عند الملائكة، فيقولون لله عز وجل: فرج كربة هذا المكروب، فإنه في كل يوم يصعد له عمل.
وإذا كان من الغافلين يقولون هذا صوت غريب، تيجي هذاك الصوت غريب، فلا يسأل الملائكة الله عز وجل أن يفرج عن صاحب هذا الصوت الغريب، لأنه ما عرف الله إلا في الشدة، وهذا حال الكافرين. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يكفرون بما آتيناهم. حال المشركين أنهم لما يصيبهم يغشاهم الموج في البحر أنهم يسألون الله، اللهم نجينا، اللهم فرج عنا، فلما ينجيهم الله عز وجل إلى البر إذا هم يشركون. نقصوا على عقارهم ورجعوا القهقراء، رجعوا إلى كفرهم وإلى عنادهم، وهذا لا يكون حد، لا يكون حال العارفين بالله عز وجل، هذا ما هو يكون حال العارفين. يعرفون بالله، يعرفون الله في الرخاء ويعرفونه في الشدة، في حال الرخاء يذكرونه ويمجدونه ويهللونه ويصلون له ويسجدون ويسألون دائما الرحمة، وفي حال الشدة يزيد بكاؤهم على الله عز وجل ويزيد قربهم من الله عز وجل، ويزيدهم تزيدهم هذه الشدة صلابة في دينهم وثباتا على طريقهم. هذا معنى أن الذكر له فضيلة، أنه من تعرف إلى الله به في الرخاء فإن الله يعرفه في حال الشدة. الفضيلة 23 أنه ينجي من عذاب الله، الذكر ينجي من عذاب الله عز وجل. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وإذا تمعنت سائر العبادات تجد أنها إدخال منها الذكر، الصلاة فيها الذكر، القرآن فيها ذكر، تسبيح الركوع فالركوع ذكر، التحميد فالركوع ذكر، تسبيح السجود سبحان ربي الأعلى فهو ذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الباقية في التشهد هو ذكر، فكلها يتخللها الذكر. وكذلك الحج أعماله كلها فيها الذكر، ففي الطواف بسم الله الله أكبر، وتشرع في الطواف أن إما تقرأ القرآن وإما تصلي على النبي وإما تذكر الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وإما تدعو، فحال العبادات كلها ذكر، كلها ذكر. ولذلك قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله. قالوا: ذكر الله باللسان حسن جميل، ذكر الله باللسان، لكن ذكره عند المعاصي أحسن. إذا كان القلب يتمنو بذكر الله عز وجل حينما تقبل عليه المعصية تذكر الله، تذكر بأن لك رقيب يراقبك ولك حسيب سيحاسبك. ولذلك ذكر الله عند المعصية هو أحسن من الذكر باللسان، ذكر الله باللسان حسن، ولكن أفضل منه أن تذكر الله حال المعصية. ولا يذكر الله حال المعصية إلا من كان حاله قبلها حال أهل الذكر، يذكر الله لم يذكرش الله لغافل عن الله، يقتحم المعاصي والذنوب ولا يوالي، من الذي يذكره؟ أما الذي لسانه وقلبه، قلبه ولسانه رطب من ذكر الله حينما يشرف عن المعاصي وعن المهالك فإنه يتذكر الله لأن قلبه دائما مشغول بالله، وربما يقتحم المعصية وفي قلبه شيء منها، وربما يرجع ويتوب، وربما يعملها ويتوب إلى الله عز وجل، لأن سبب توبته هو الذكر. ولذلك جاء في الصحيح أن العبد يقترف الذنب ويقول: اللهم اغفر لي وتب علي، ثم يعود إليه ويقول: اللهم اغفر لي وتب علي، فيقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما يشاء، فإنه قد علم أن له ربا يغفر. لكن هذا لا يشجعنا على أن القول تردع الذنوب دائما، ولكن الإنسان إذا صدر منه ذنب واستغفر ثم غلبته نفسه وغلبه الشيطان ثم رجع إليه فليستغفر وليتوب، فإن باب التوبة والاستغفار هو مفتوح أمامه ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغربها. هذا هو الحد. الفضيلة 24 من فضائل الذكر أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة، وأن أهل الذكر تحفهم الملائكة